رمضان 15 رمضان اسم مش غريب ورقم مش غريب على المطرية. المطرية اللي قدرت خلال 10 12 سنة عدوا علينا ان هم يحققوا ويحطوا اسم المطرية في موسوعة جينيس، خاصة بأطول مائدة إفطار موجودة في القاهرة هذا الحي الشعبي. النهاردة بنتكلم عن اليوم العاشر لهذه الإفطار، يوم عاشر محتفل. الأجواء لسه بنتكلم فيها، لكن بصوا على يمنا وعلى شمالنا الأسر كلها فرحانة، الأطفال الصغيرة فرحانة، تحيات الناس، سلامات الناس، حتى الأسر الكريمة اللي موجودة وبدأت من بدري. احنا لسه بنتكلم ولسه الساعة 4. كل سنة وانتم طيبين. المطرية الموسم العاشر مكملين مع حضراتكم في هذا الإفطار الكبير. هنلاقي النهاردة ميكس لطيف جدا في نوع التيشيرت، يعني مثلا هذا التيشيرت اللبني ده لون، هذا التيشيرت له لون روز، ده له لون مختلف لأنه ده بيقول لك إن هذا الشخص مسؤول عن الفراشة وما إلى ذلك. عندك تيشيرت أبيض هو ده مسؤول عن استقبال اللجنة الإعلامية، عندك تيشيرت أزرق وده مسؤول عن لجنة النظام العام الخاصة بكل أهو التيشيرت الأزرق بنتكلم فيه أهو. الناس دي عايزين نقول إن هم قعدوا ما لا يقل عن أسبوع بس تحضير في كل المستعدات الخاصة بهذا الإفطار للسنة العاشرة على التوالي. كلنا شايفين هذه الأجواء الموجودة في المطرية. أبناء المطرية النهاردة بيحققوا رقم قياسي تاني. النهاردة بنتكلم عن 10,000 وجبة، النهاردة رقم قياسي جديد في هذا الإفطار. النهاردة بنتكلم عن ما يزيد عن 550 كيلو من الرز البسمتي تم الانتهاء منهم في هذه الوجبات. احنا بنتكلم عن 1100 كيلو من البانيه تم تجهيزه وانتهى تجهيزه. مع الجوله اللي احنا شايفينها النهارده هنشوف حتى المطبخ ومجريات المطبخ وايه اللي تم في المطبخ مع المطريه. المطريه في انتظار السيد وزير الشباب والرياضه لحضور ووزيره الهجره لحضور هذا العرس الكبير الذي تعد كل المجموعه الخاصه باهالي المطريه وابناء الحي الشعبي. شايفين التناسق، حتى الشوارع تم دهانها كلها باللون الابيض وتم وضع الرسوم الرمضانيه على منصات حوائط الشارع ككل. شايفين الشباب بدا يتحرك في توزيع حتى البلح على الافطار. كل سنه وهم طيبين. في رساله لازم نسمعها علشان نبقى عارفين اللي بيحصل حوالينا. للسنه العاشره كل سنه وانت طيبه والمطريه طيبه. وانت طيب يا حبيبي. كل الموضوع متعب؟ لا لا، فرحه، كل فرح، كل فرحان، كبير وصغير، حريم، بنات، كل فرحان، شباب، رجاله كبيره، مسيحي، مسلم، كل متعاون مع بعض. بس مجهود كبير جدا، بس على قلبنا زي العسل. جميل، فرحانين. وانت طيب صح سعيد. لسه مكملين مع حضراتكم على الهواء مباشره هذه الاجواء اللطيفه الكريمه من هذا الحي الشعبي المتعلق بالاحتفاليه العاشره على التوالي لافطار ابناء المطريه. نحن نتحدث عن هذا الافطار ليس من المره الاولى على الاخيره، نحن نتحدث عن هذا الافطار دائم ومستمر، انقطع سنتين فقط لا غير، وهما السنتين الخاصه باحداث كورونا. لكن زي ما احنا شايفين لسه بنتكلم حتى الان في التوقيت الساعه لسه 4 وشويه، شايفين الناس كل الشباب بدا يصطف. ده لسه يا دوب حاره واحده من 7 حارات هذا العام مستهدفه فيها هذا الافطار. شايفين الاسر تصطف على اليمين وعلى الشمال، كلنا في انتظار يعني خلاص مدفع الافطار ولحظه انطلاق الافطار لتعلن بقى الاجواء الرمضانيه والاحتفاليه هنا في هذا الشارع مع الفرحه والابتسامه الدائمه هنا في حي المطريه. لسه بنشوف مع حضراتكم، لسه بنتكلم، ده اول شارع بس او اول حاره بس من الحارات السبعه اللي موجوده في هذا الافطار لهذا العام. خلونا نشوف مع حضراتكم دي مثلا تعاشف شاي اللي احنا هننتظرها بعد المغرب مباشره، اللي هنيجي نشرب فيها وتبدا بالتوزيع الشاي والقهاوي على مدار الشارع. هذا الشارع الرئيسي وهو شارع شارع الجامع كما يسمى هنا في هذه المنطقه. عايزين نقول ان احنا على شمالنا مباشره هنشوف المطبخ اللي هو بالفعل انتهى من تكويناته وتجهيزاته. احنا دلوقتي بنشوف الاكل بيتحط على الترابيزات، الوجبات بالفعل بدات تتحط على الترابيزات على سبيل ان هذا التوقيت هو توقيت الاستعداد النهائي. هنا كان المطبخ الرئيسي اللي كان بيشتغل من فجر هذا اليوم بيعد العديد على العديد من الوجبات. كنا اتكلمنا مع بعضكم وحضراتكم النهارده، احنا بنتكلم عن 10,000 وجبه رئيسيه،
10,000 وجبه رئيسيه بنتكلم عنها، وبالتالي نحن نتحدث عن مجهود كبير قام به هؤلاء الابطال. شايفين زي ما حضراتكم موجودين دلوقتي منطقه المطبخ اللي هو خلاص بالفعل بدا المطبخ يتلم ويتحط مكانه ترابيزات حتى تستعد لاستقبال باقي الصائمين في هذا اليوم الرمضاني الكبير. شايفين التيشيرتات في كل الشوارع متابعه ومتابعه ومؤديه لهذا المكان. على اليمين اللي احنا نخش عليه دلوقتي حالا هنشوف دلوقتي منطقة الحلويات اللي شغالة زلابيا وقطايف، كل الحلويات الرمضانية لسه موجودين اهو، الحمد لله لحقناهم، لحقنا الأجواء الأخيرة من الراجل اللي بيلم قسم الحلويات. هنا كان قسم الحلويات الخاصة بالتجهيز، كل الحلويات اللي اتعملت بقدر كبير. النهاردة برضو بنتكلم على انه هذا قسم الحلويات بيتكلموا برضو ان هو يغطي 10,000 من الوجبات الرسمية. طبعا هنا كانت الشوايات الفراخ، طبعا هذه المعالم انتهت دلوقتي وبدأت معالم فرش الشارع مرة أخرى إلى هذا الإفطار. المطرية في مصر ورمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. ربما هذه هي التفاصيل الموجودة حتى الآن في هذا الحي الشعبي المصري، حي المطرية. نتحدث عن 10 سنوات من هذا الحي، كما نستمع الآن إلى أيضا الفرحة العارمة التي تمر بها إحدى سيدات هذا الحي، وهي الزغروطة المصرية التي دائما بنعبرها.